جفت الأقلام وطويت الصحف بصدور مرسوم أميري بقبول استقالة الفهد، واستجواب رئيس الوزراء كفته تميل إلى السرية. سيرة سأرفع من جدول الأعمال، لن يكون هناك أي نقاش. لا حلا. اليوم جفت أقلام التكهنات وطويت صحف الشائعات التي كانت تدور في رحى تقديم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد استقالته من عدمه، حيث أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد أعلن صدور مرسوم أميري بقبول استقالة الفهد وصدور آخر بتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح، بالإضافة إلى عمله القيام بأعمال الوزير المستقيل بالوكالة. وكنتيجة طبيعية لما سبق، فقد أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أنه وبعد أن تسلم مرسوم قبول استقالة الفهد فإنه سيرفع الاستجواب الموجه إليه عن جدول أعمال جلسة الغد، وكذلك تقرير لجنة الشؤون التشريعية الخاص بدستورية محاور الاستجواب، مشيرا إلى أن جلسة الغد ستنظر رأسا إلى الاستجواب المقدم إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر محمد، متمنيا التوصل إلى نتائج إيجابية في هذا الصدد. استلمت هذا اليوم مرسوم قبول استقالة الأخ الفاضل أحمد الشيخ أحمد الفهد، وأيضا مرسوم آخر في تعيين الأخ الفاضل الشيخ محمد صباح السالم بالوكالة مكان الأخ أحمد وزير التنمية. أتمنى لأنتهز هذه الفرصة لأتمنى للشيخ أحمد الفهد الصحة والعافية، وأتقدم له بالشكر الجزيل على كل ما قام به من جهد خلال فترة عمله، وأنا على يقين بأن الشيخ أحمد ما راح يكون بعيد عن خدمة بلده وأهل بلده. فيما يتعلق بموضوع الاستجواب، سأرفع الاستجواب للشيخ أحمد من جدول الأعمال، كذلك سأرفع تقرير اللجنة التشريعية الخاص في ما تم إحالته اليوم في تفسيره، سأرفعه من جدول الأعمال. لن يكون هناك أي نقاش لا حول الاستجواب ولا حول التقرير الصادر من اللجنة التشريعية، وسننظر رأسا إلى الاستجواب سمو رئيس المجلس رئيس الوزراء. وسريعا بعد صدور المرسوم الأميري وتأكيد رئيس مجلس الأمة نبأ قبول استقالة الوزير الفهد، توقف عدد من أعضاء المجلس عند خبر قبول الاستقالة ورفع الاستجواب من جدول أعمال جلسة الغد، متحدثين للرأي عن توجه قد يتحقق غدا يرمي إلى تقديم عدد من النواب طلبا للتحقيق في بعض التجاوزات المالية التي أثيرت في الاستجواب. على صعيد آخر، أتم النواب محمد هايف ومبارك الوعلان ووليد الطبطبائي اليوم بروفة استجوابهم النهائية المقدم لرئيس الوزراء، والمتوقع أن يناقش غدا في جلسة سرية حسب ما أكد اليوم أكثر من نائب. تفاصيل أوفى عن تداعيات أحداث اليوم البرلماني في تقرير لرباب بداح. لم يعد للسيناريوهات مكان على جدول أعمال جلسة الغد، لا سيما تلك التي رصدت كآلية للتعامل مع أنباء استقالة الوزير الفهد خلال الأيام المنصرمة. لم يعد لتلك السيناريوهات مكان، فالوزير المستجوب استقال رسميا وأسقط استجوابه باستقالته. وإلى الغد لم يعد الحديث بالطبع يرتكز على مواجهة من عدمها، إنما يحكى في الأروقة البرلمانية عن توجه نيابي لإعداد طلب لتشكيل لجنة تحقيق في بعض ما أثير في استجواب الوزير،
طلب تحدث عنه عدد من النواب للرأي غير مستبعدين تقديمه في جلسة الغد. الرأي بكرة للمجلس، يعني المجلس أما أن يكون يكتفي بهذه الاستقالة أو يكون هناك طلب قد يتقدم به بعض النواب وننتظر هذا الطلب، أما أن يكون إلى ديوان المحاسبة أو يكون حسب ما سمعت اليوم بالجرائد أن البعض يريدها أن تروح إلى محاكمة الوزراء، لكن طبعا في النهاية الأمر لأعضاء المجلس وننتظر بكرة إن شاء الله ماذا سيكون. ولكن انطلاقا من الدستور من اللائحة فإن الاستجواب الآن قد انتهى. إذا كانت هناك أمور تحتاج إلى معالجة من الممكن أن نحيلها إلى لجنة التحقيق حتى يتم معالجة وتصحيح الأخطاء إذا كان في هذا الأمر. أما ما يتعلق في الوزير خلاص انتهى الموضوع وسيرفع الموضوع من الجلسة. وإلى جلسة الغد المدرج على جدول أعمالها كبند أول استجواب رئيس مجلس الوزراء، وهو الاستجواب المقدم من النواب محمد هايف مبارك الوعلان ووليد الطبطبائي، تشخص الأنظار إلى مواجهة متوقعة. فالأنباء المتواترة من الجانب الحكومي تتحدث عن توجه لاعتلاء رئيس مجلس الوزراء المنصة في جلسة سرية، وهو الأمر الذي توقف عنده النائب وليد الطبطبائي مرحبا بالمواجهة متحفظا على السرية. نحن أصحاب قضية وطبعا نتمنى يكون استجواب علني طبعا حتى يسمع الشعب الكويتي. نحن أمام حكومة للأسف ارتمت في أحضان النفوذ الإيراني تهديد الإيراني، وأيضا تراجعت علاقتها الحضيض مع كثير من دول الخليج العمقنا الاستراتيجي. نعتقد أن هذا خطر استراتيجي قاعد يكون في الحكومة، واحنا يجب ان نواجه التغلغل الايراني في مشروع ايراني في المنطقه، واضح انه مشروع يستهدف امن واستقرار المنطقه، مشروع توسعي. اذا ما تصدينا له راح ناكل كما اكلنا في 2/8/90. هذا وقد أتم النواب المستجوبون عصر اليوم كافة الاستعدادات لجلسة الغد بإجرائهم بروفة نهائية على مادة الاستجواب التي يتحفظ عليها العديد من النواب، لا سيما ممن يعتقدون أن في الاستجواب نفسا طائفيا. وإلى الغد أيضا فقد علم الرأي أن كتلة العمل الشعبي اختارت النائب مسلم البراك للتحدث باسمها كمؤيد للاستجواب. رباب بداح، الرأي.